انت بتضحك على ايه يا حيوان؟ وبتصور ايه؟ وريني. بصي ايه ده يا سيد؟ امسح الصورة الزفت دي. انت بتصورني يا سيد وانا في الشكل ده؟ ماشي يا سيد انا هقوم امشي. يا حبيبتي استني بس، ده انا بهزر معاكي بفكك يعني. لا ما تهزرش معايا الهزار السخيف ده في يوم زي ده لو سمحت. طب اصالحك ازاي؟ نقوم نرقص. نقوم نرقص فين؟ نرقص هنا ونتبسط ونفرح وندلع نفسينا يا سيد. انت عايزاني انا وانتي بشكلك ده نقوم نرقص هنا في وسط الناس؟ وايه المشكله؟ هنتحبس؟ لا هنترجم. عندك حق بس يا سيد انا يا سيد كان نفسي اتبسط يا سيد وكان نفسي يا حبيبتي انا فاهم. ايه يا مسا التماسي يا قمر يا مسا التماسي. كمان انا عايز اقول لكم على حاجه، بلاش نركز في المشاكل والهموم، الحقيقه ابسط من كده بكتير. نضحك نتبسط نرمي كل حاجه ورا ظهرنا كله هيعدي. هو حضرتك اللايف كوتش بتاع المكان؟ لا شكله فقره هنا دلوقتي، هيطلع الكرباج ويركب حصان. ايه يا سيف؟ فين الفلاشه؟ فلاشه ايه؟ واضح حضرتك ان في سوء تفاهم، يعني حضرتك بتقول لي يا سيف وانا مش سيف. وانت بقى اخوه توأم بقى صح؟ ايه ده؟ معقول؟ سيف حكى لك عني؟ بقى من الواضح كده بقى ان انتوا سكاكير وعساسيل جدا، بس انا ما عنديش وقت اضيعه مع اتنين شبهكم. الفلاشه لو ما جاتش دلوقتي هيبقى اخر يوم في عمركم، انت وويني ذا بو ده. عجبتك؟ وعجبتني يا كمان. ايوه بس انا مش سيف انا سيد. او ماي جاد. طب قول توت توت يا رب اموت انا مش سيف. اقول ايه؟ توت توت يا رب اموت انا مش سيف. توت توت يا رب اموت انا مش سيف. توت توت يا رب اموت. عجبتك؟ ما عجبتنيش. لا عشان انت بقى بني ادم قليل الذوق، عشان تقتحم قعدتنا الخصوصيه دي بقمه الجالياتيشن اللي في الدنيا وقمه قله الاحترام اللي انت فيها دي. الله عليك يا فخره العرب. لا ومش كده وبس، لو ما مشيتش من هنا دلوقتي احنا هنندهلك السكيورتي يسكعوك علقه محترمه ويرموك بره المكان. تناديلي ايه؟ سكيورتي. سكيورتي حلو قوي، جالياتيشن سكيورتي. طيب بص ديل، قبل ما تنادي سكيورتي عايز اوري لك حاجه. شايف ده صوته عالي قوي واحنا في مكان هادي اوكي، والطلقه لو خرجت ودخلت في جسمك طرطش دم كتير قوي وهتضايق الناس اللي حوالينا، فلازم نشوف مكان هادي نتكلم فيه اوكي. يلا بينا ليتس جو سكيورتي. مش ممكن تنزلني لاني اتزنقت؟ اوكي اوكي ماشي.